بس اقول لك على حاجه، انا بحب قوي 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 السينما، بحب يعني كمان كمشاهد، انا مشاهد من المشاهدين يعني الاقوياء للمشاهده الجديده وكل حاجات نازله. بس انا كنت بحب اعمل اغاني في السينما، احب انزل كده يعني بعد عندي تجربه اولى اللي هي احنا الطلبه، ما حبيتش اعمل كده. بس انا عندي يعني صديقي جدا وحبيبي المنتج محمد رفاعي ده يعني من اعز اصحابي، وهو يعني شخص يعني عاشق للسينما، بحب السينما قوي، بحب قوي المجال. حتى الواحد اكتشف ان هو مجتهد جدا وبيحضر التصوير. عرض عليا الفيلم، وهو الفيلم كان واخده من سيد سبكي، وهو يعني كان مصمم ان انا اعمله، شايف حاجه ان انا لازم اعمله، عرض عليا وقعدنا اشتغلنا عليه، والحمد لله ربنا رب العالمين كرمنا، لان الـ 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 الفيلم مش بعيد خالص عن اللي انا عايز اقدمه الفتره الجايه. انا عايز اقدم حاجه للناس، لان الواحد بعد ما نزل بحبك يا صاحبي واغنيه شعبي، لان احسن حاجه تعملها هي انك تكون من الناس ووسط الناس وجواهم وبتعمل لهم اللي بيحبوه، خاصه انك لما يكون ليك كلمه يبقى محتاج تقدم مضمون. بقى هو ده اللي الفيلم بيناقشه يعني.